مسألة الهجرة مشكلة متشعبة جدا، ويهتم بها جميع المكونات المجموعة الدولية سواء الدول أو المنظمات الدولية. المغرب كان من الدول التي كانت سباقة للاهتمام بهذه الإشكالية، وكان لصاحب جلالة مبادرة لدى الاتحاد الإفريقي وكذلك على الصعيد الوطني لمعالجة هذه الإشكالية. فعلى الصعيد الوطني كما يعلم الجميع كانت تعليمة صاحب جلالة وهو أن تكون مقاربة المغرب مقاربة ترتكز على الطابع الإنساني، ومن هذا المنطلق كان هناك مسلسلان لإعطاء كل عدد كبير من المهاجرين الأفارقة المتواجدون في المغرب وثائق رسمية حتى تحترم حقوقهم وحقوق أبنائهم وأسرهم. على الصعيد الدولي وعلى الصعيد القاري كانت اعتراف من الاتحاد الإفريقي لمجهودات المغرب، بحيث أسندت لصاحب الجلالة مهمة بلورة مقاربة إفريقية تهتم بهذه الإشكالية. على الصعيد الدولي كان المغرب دائما يطالب بأن لا يرتكز الاهتمام فقط على الجانب الأمني. نحن نعترف على أن الجانب الأمني مهم لجميع الدول، ولكن في نفس الوقت نريد أن تكون المقاربة مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار ملتزمات النمو الاقتصادي والاجتماعي في دول المصدر ودول العبور، وتحترم كذلك حسب المعايير وحسب الضوابط الدولية حقوق المهاجرين وأبنائهم. وننتظر ونحن على أهبة اجتماع دوجانبير في مراكش لاعتماد الميثاق الدولي الخاص بالهجرة. قمنا بمبادرة في المركز البحث للمكتب الشريف الفوسفات بمبادرة ليس لمناقشة الإشكالية، ولكن لمحاولة إيجاد أرضية من طرف ممثلين للجنوب وللشمال، أرضية توافقية من شأنها أن تخلق إن شاء الله في مراكش واحد الدينامية لإيجاد توافقات ما بين دول الشمال وبين دول الجنوب من أجل تنفيذ البنود المهمة في هذا الميثاق الدولي للهجرة.